من الفنان الطلابي الوطني عادل، وعلى رأسه تحسين ظروف الاستقبال وظروف الاشتغال بما يحفظ كرامة المواطن وكرامتنا، وأيضا تخوير الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، وأيضا نطالب بتخويل الاختصاص في طب العائلة، ونطالب بتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي والانتقالات والالتحاق بالزوجة أو الزوجة، لأن الأكاتير يعيشون مآسي اجتماعية حقيقية. وأيضا نطالب برفع الحيف في ظل القانون الحراسة ومرسوم الإلزامية اللي ما فيهم الشروط الإنسانية بل أوصاف استعبادية للأسف، وهذا من مخلفات النقص العددي الهائل في الموارد البشرية خاصة الأطباء قطب الراحة المنظومة الصحية ومحورها. وكذلك نحيي جميع الفئات الأخرى خاصة الأطقم التمريضية، ونتمنى لها التوفيق في ملفاتها. في الآونة الأخيرة وحنا دائما أبلينا البلاء الحسن وعبرنا عن وطنيتنا وعلو كعبنا، وقد صفق لنا الجميع، وحتى قد حظينا أيضا بتشريف واعتراف على سلطة في البلاد، من حيث خصنا صاحب الجلالة في جل خطبه بالشكر والتقدير، وقد استبشرنا خيرا أيضا في الآونة الأخيرة بتوقيع اتفاق ما بين النقابة المستقلة ووزارة الصحة يعترف بتخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا، والأجراء في أسرع في أقرب الآجال، وقد حظي ملفنا بموافقة وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، ويعني تم استكمال كل التفاصيل عبر اللجان التقنية واجتماعاتها، ثم بعث بالملف كاملا إلى وزارة المالية. لكن ننتظر تعامل مسؤول من طرف الحكومة، ولكن لاحظنا تماطل وتلكؤ كلما تعلق الأمر بملف الأطباء. من يقف حجر العثرة وسد مانع لتحقيق الأطباء لملفهم المطلبي الوطني؟ هذا تساؤل كبير وعريض. ونحن بذلك إذا كانت علينا واجبات وقد قمنا بها على أحسن وجه، فإن لنا حقوق وعلى الحكومة واجب تحقيقها وتفعيل كل الاتفاقات، ونحن لسنا مستعدين للتراجع والتخلي عن ملفنا المطلبي. وبذلك قد سطرنا برنامجا نضاليا لتحقيق ملفنا، وهناك يومين إضراب 4 و5 نوفمبر 2020 المقبلين، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وسوف نرتب إلى وقفات ومسيرات وطنية مستقبلا، دون أن ننسى حق المواطن في آن واحد.